الفايل اللي قصاد حضراتكم فيه تقرير تفصيلي اللي حصل في العمليه اللي فاتت. من اهم المعلومات اللي فيه اننا حصرنا كل النمر اللي لقيناها على تليفون ليفي وهو بيحاول يهرب. من ضمنهم نمره موظف بيشتغل في بنك اجنبي اسمه عزت عبد الحميد. للاسف قدروا انه يهرب بلحظات قبل القبض عليه، ومش هو لوحده، هو ومراته وولاده. اليومين اللي فاتوا جات لنا معلومات في غايه الغرابه من اسرائيل. في تاجر من عرب 48 راح السفاره المصريه وقال انه هو ماشي في الشارع جريت وراه ست مصريه هي اولادها، وطلبت منه انه يوديها السفاره المصريه لان جوزها خطفها وجابها اسرائيل غصب عنها، بعد ما اتضح لها انه ضابط في الموساد الاسرائيلي واسمه دانيال. لما قارنا ما بين مواصفات الست دي هي اولادها وما بين مواصفات مرات الراجل اللي اختفى، اتضح لنا ان هما نفس الشخصيه يا فندم. تعالى يا مصطفى، انا طالب لك شاي. شاي؟ خير يا فندم. سيادة العميد صبري قائد المجموعة اللي حاطط خطة العمل، واللي أكد لي إنك أحسن واحد ممكن تقوم بالمهمة دي. ده أكيد يا فندم. أنت عملت عمليات ناجحة كتير بره مصر، وفاهم المجتمع الإسرائيلي كويس، وبتتكلم لغتهم كأنك واحد منهم. يعني أنا المطلوب مني إن أنا أسافر إسرائيل. تجيب المعلومات اللي إحنا طالبينها منك، والأهم من ده كله إنك ترجع سلوى والأولاد. أنا؟ أيوه. لوحدي. مظبوط. ولازم أجند سلوى اللي كل عملاء المساب بيراقبوها. أكيد. ايه؟ عندك اعتراض؟ لا خالص يا فندم. احنا ما عندناش اي وقت. لازم نبدا فورا. دانيال نافون ابوه يهودي عراقي وامه يهوديه مصريه. شارك في تصفيه عدد كبير من القاده الفلسطينيين والعرب وشخصيات اجنبيه متعاطفه مع القضايا الفلسطينيه. تم التعامل مع معظمها على انها حالات وفاه طبيعيه او جرائم قتل. بطايا تمتصفه شغشت اغيكولا تدخل لافي توتزاد. اتخنوا لقبيله تكون غشون لفني شعتايم. وزي رشوم الدوخ تأثيرها هيبقى اكبر بكتير من كل الحروب اللي خاضتها مصر في المئة سنه الاخيره. يعني الشبكه دي لو ليها علاقات بشخصيات ليها سلطه ونفوذ ممكن يوقعوا اقتصاد البلد. ولما تخشيف شو زي توفات مدينه اسرائيل بوداي زي لو لتوفات مصرايم. مصرايم היא חברה שלנו. אין שום דבר רע במערכת היחסים בין ישראל למצרים. אלה דברים של פרופגנדה. באמת, מצרים היא האויבת הגדולה שלנו בכל מדינות ערב, וצריך לפקוח העין עליה תמיד. תרגע, דניאל. אף אחד לא פוגע ברמת העבודה שלך. אנחנו קבענו את המשימה, אנחנו יודעים בדיוק מה היעדים שלה. אבל אתה שהיית 7 שנים במצרים, אנחנו רק רוצים לדעת מה הערכתך. להערכתי זו רק ההתחלה. ואנחנו זקוקים לעוד רשתות רגול. עד שמחצית העם המצרי יהיו מרגלים, והמחצית השנייה... תסתבך בבעיות. ומרותו, חדם עלי, כאן יגדר יסיבה ויחדו אולד בס. משערף, ומעתקד שנפי אי אחד דפל מוסד ערף. אליגבה על הסואל דה מערפש אלא דניאל וחדו. אני נמנע מלהגב לשאלה זו. זה עניין אישי. אסור להעריף את המוסד. המוסד מעורב בכל. סלווה היא תמויין מסלי לוחד זה דניאל. يتيمة أبوها مات وهي عندها 2 سنين وأمها ماتت بعده بسنة. سافرت سلوى عند خالتها في الزقازيق وعاشت معاها ولما كبرت شوية سافروا العراق. صورتها عندك في الملف. دانيال كان ساكن في الشقة اللي قصادهم في بغداد. طبعا المقابلة كانت صدفة، رسم عليها الحب. اتجوزها؟ بالظبط كده. ولما جوز خالتها مات رجع معاهم مصر من 2 سنين. تحرياتنا أكدت إن سلوى بنتها عندها حساسية في صدرها. أقرب صيدلية لبيتهم بيملكها يهودي من أصل مصري اسمه فيكتور عاموس. أنت هتشتغل في الصيدلية دي عشان يكون لقائك بسلوى بشكل طبيعي. ومين اللي هيوصلني يا فندم؟ مقاول الأنفار بيشتغل في الجدار العازل اسمه أبو زياد. 7 سنين جواز وملهاش غيره في الدنيا. خوف إنها تقبل بأمر واقع وتكمل تعيش معاه. عشان كده يا مصطفى لازم تتأكد قبل ما تقرب منها إنها ما استسلمتش. لأن تجنيدها في الحالة دي هيبقى مسألة مستحيلة. هتطلع من الأردن على الحدود الإسرائيلية. ومن هناك هتلاقي الدليل اللي هياخدك للجدار العازل. وهناك هتقابل أبو زياد. يا عمر موشي.
يا وين مشيف يا هران زود حبك طبيسك والجن اخر له يخربو كخول عيبت ايش مكنب كاسف وملتقيتو هذي يخربو توشافي سخير له يخربو وفرد شبعت عيني ولو يرقي لك حامز ولو يرقي لك خشقر نعم سخرت اليوم هالسيئة شر يقصات من مصرائيل متعبدين كي بحزيك يد اكسية وقت موشي نعم سخرت اليوم هالسيئة شر يقصات من مصرائيل متعبدين كي بحزات يد وقسية وقت خمزي ولو يا أخي الحمد اليوم التين يبسئين بحودش هأبيف آمين دي صح سميح دي صح سميح دي صح سميح رخيم يا رخيم ما تيجي تقعدي معانا بره لا شكرا على العموم يا ستي كل سنه وانت طيبه النهارده عيد الفصح بنحتفل بيوم خروجنا من مصر ايام سيدنا موسى عفوا مدام احنا ما تعرفنا ولا رحبنا فيكي انا يوشير رئيس دانيال بالشغل وهي مدام تيسيرينا عجبتك البيت وهدومه جبتها؟ على فكرة أنا عزمته لدانييل يوم الأحد الجاي على فرح وأنت لازم تيجي معه طبعا من هلا ورايح رح نكون أكثر من أهل أنا بعرف إنه الأيام اللي مرت عليكي كانت صعبة عليكي شوي صدقني يا مدام دانييل ما في حدا مثله تربيتي أنا اللي مربيه على فكرة بالمناسبة أنا جبت لك هدية بس كنت مستني الجو يهدى شوي حتى اقدم لك اياها تفضلي بانتظاركم يوم الاحد ها تفضلي هلا شتايه مفرق بسمحة دانييل لامي اريخو يماي اني بعد صمي اعصيبر ما تصفالة بينش الخا كشي يجي على جيل شلوش عصر كين؟ كين دانييل أنا يديا كي أمو لي وديا أفل أني اشتد ديل إنس العربانوت عرشيد فأني بطوع كي هم لو يصرفو لقبل أطوك يهودي كأفيفا جبور تودا ربا تودا طام فراخ تودا ربا أشكتوا اسمعوني منيح رح نطلع الجرية ونهد البيوت بدهم يكفوا الجدار أبديش مشاكل اللي بنجيه بيطلع واللي ما بنجيه بيضل هون والا اطخه اطخه طع انت صباح الفل صباح النور الاخ مصري ان شاء الله مصري وايش اللي جاي تعمل فيه هون؟ أكل العيش فاقت فيك الدنيا كلياتها ولكنش مكان توقف فيه عيش إلا هون شايفك أنا راح تشتغل في حتة تانية أروح مكان تاني ليش؟ هاي أرضنا وبلدنا وإحنا أولى فيها سليم خلص أنت اسكت يا عم الشغل كتير ومحدش ياخد رزق حد بس أنت وأمثالك بترخصونا أجرتنا مصر ما كفهاش بعد القضية كلياتها بدها تبعت لنا نور وأوباش يشاركونا بأكلنا وشغلنا سليم شغل انت راح تشتغل ده ايه؟ راح تحرر فلسطين؟ ما انت راح تبني قضاء العازل مع اسرائيل يا عم انت مش بعت القضاء ده انت راح تلتهي لا انت واحد كليل الادب اقسم بالله اذا سمعت صوتكم لا تخكوا وارميكم للكلاب
شغل ما تضيعته. يلا